لكلام ومعانا وزير الداخليه هنا مش كده؟ وارجو شوف الكلام اللي انا هقوله غريب قوي، الكلام اللي انا هقوله غريب قوي 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 دكتور مصطفى، غريب جدا. انا كل يومين ابص الاقي ايه، او مش كل يومين ده كل يوم الاقي وزاره الداخليه ماسكه مصانع بتسموها مصانع ايه؟ بيسموها مصانع بدون تراخيص. فانا كان بيتعمل لهم قضيه مش كده؟ بالظبط يا فندم. ما اعرفش اللي اقوله ده غريب ولا مناسب ولا لا. فانا قلت لك يا دكتور نيفين كده، وقلت للرقابه الاداريه كده، يا جماعه دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كان طريقه العمل بتاعتها دكتور مصطفى مش يعني مش مظبوطه يعني. طب انا ما هخليه مظبوط يعني، القضيه بتتعمل عشان هو مخالف، طب ما انا اشرع عنه، اقنن له وضعه، اعمل له بقى، اروح واخده ده على طول اقول تعالى حاضر احنا انا اسف يعني مسكناك غلط، تعالى نعمل الصح. نعمل ايه؟ طب انا هقول لك يعني، ما اعرفش انتوا عملتوا حصر على اجمالي 5 سنين بالظبط يا فندم. احنا بنعمل حصر وبنصنف حضرتك نوع المصانع اللي موجوده وانواع النشاط، ونسقنا مع معالي وزيره التجاره والصناعه باعتبار حضرتك ان احنا نبحث عمليه شرعنه هذه المصانع ومنحاء التراخيص اللازمه علشان تمارس نشاطها بشكل شرعي. يعني انا هقول لك على حاجه دكتور نيفين، ما اعرفش الكلام اللي هقوله ده مناسب ولا لا دكتور مصطفى. يا جماعه لو انتوا النهارده مسكتوا مثلا مجموعه مصانع في القاهره، طب اقرب منطقه صناعيه للمنطقه دي ايه؟ ما دي اكيد حاجات تحت يعني معموله كده يعني. طب ما تعالى روح اقول له تعالى بقى اتحرك خش في حضرتك الفيوم وفي بني سويف وهم قريبين يعتبر لانهم على الطريق. انا ما اعرفش يعني ما اعرفش، لكن اقدر اقول له تعالى بقى خش تعالى في المكان ده واشتغل ونقنن له وضعه، ومش بنقنن له وضعه عشان ناخد منه حاجه، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان البلد هدفها انها تستجدي ضرائب. لا، احنا مش عايزين حد مننا يغلط، مش عايزين حد مننا يبقى في مواجهه القانون، مش بنصيد لك الغلط، بالعكس احنا بنحاول بالكلام اللي احنا قلناه ده، وان احنا نقول ايه، انت حاولت حتى لو حاولت غلط احنا معاك ان انت تحاول، بس مش معاك انك انت تعمل ايه، تعمل غلط الغلط. فلو انتم وصلتوا لده، عايزين نقول يعني انتم بتدرسوا الموضوع ده دلوقتي يا دكتور نيفين مش كده؟ وقولوا لي الموضوع ده حجم المصانع دي قد ايه، وحجم الاشغال اللي هم بيشتغلوا فيها. اتفضل استريح، اتفضل استريح. انا سالت السؤال ده ما احنا اتكلمنا فيه، لكن انا بطرحه على الناس عشان تسمعنا، عشان تعرف ان الهدف من حركتنا هي حركه بناء مش حساب. يعني انك تصورت ان انا الهدف ان انا بحاسبك او اجيب ان انا اخدك عشان اعمل لك يعني قضيه او كده، القضيه مش كده خالص. القضيه ان انا عايزك تشتغل كويس قوي وتبقى كبير قوي وتبقى حاجة حلوة في مصر، وتبقى حاجة حلوة صحيح يعني، وبالتالي أنا معاك وهوفر لك كتير قوي. بقول الكلام ده مش بس لغاية لما وزارة الداخلية تقبض عليه ولا حاجة، لا ده حتى من غير ما تعمل كده، تعالى أنت عندك فرصة وأنت شايف وأنت تقدر تخش السوق وعارف الناس عايزة إيه وليك زباينك بالظبط مش كده برضه؟ بالظبط. طب ما تيجي نشتغل سوا، مش نشتغل سوا يعني تعالى نشتغل سوا، تعالى اوفر لك مكان. وبالمناسبه انا مش باصص قوي على الايجار، عايز اتخفض اكتر من كده خفضي. وبالمناسبه صدقوني اوعى تفتكروا ان لما جينا اتكلمنا عن المجمعات الصناعيه اللي دكتور نيفين بيتكلم عليهم 15 13 مش كده؟ اللي اقمناهم مؤخرا دول 13 مش كده؟ أيوة. لما اتكلمنا عليهم قلنا ان احنا نعملهم احنا ونعمل لهم كل الاجراءات عشان نوفر وقت للناس. طب انا النهارده كنت بوفر ارض الاول واقول هرفقها، دلوقتي مش بعمل كده، انا بوفر الارض وارفقها وابني عليها واديك الترخيص كمان، يعني ثلاث ارباع المشوار خلص عشان انت يا دوبك بس تبتدي تعمل اجراءاتك، تحط الصناعه،
او الشغل اللي انت عايز تعمله في الموضوع، يعني في المنشأ اللي احنا عملناه.